نشكر الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. سطرت مدينة الإسماعيلية اسمها بأحرف من نور خلال حرب أكتوبر، فكان دورها محوريا في صد هجوم كان يمكن أن يغير مجرى الحرب. ودخلت المدينة الباسلة واحدة من أكثر المعارك ضراوة، استطاعت خلالها الصمود وأحبطت محاولة بائسة للعدو لعزلها. ملحمة أكتوبر المجيدة ممتلئة بقصص البطولات والحكايات التي لا تعد ولا تحصى، ودروس تركت بصمتها لأجيال متعاقبة في الإرادة والصمود وروح الوطنية والفداء. فبينما كانت قوتنا الباسلة تمضي في إحكام قبضة النصر، كانت مدينة الإسماعيلية ومحيطها على موعد مع معركة أكثر ضراوة، بل كانت معركة النفس الأخير للعدو الذي أعماه غروره وظن أنه يستطيع قلب موازين النصر لصالحه. المعركة بدأت بعد أيام من عبور القوات المسلحة للضفة الشرقية لقناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، حيث حاولت قوات الاحتلال رد الهزيمة والتسلل للضفة الغربية للقناة عبر دباباتها، محاولة يائسة جاءت في اللحظات الأخيرة على خلفية التعليمات الصادرة لقوات العدو حول قرار وشيك يتم التحضير له في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحرك السريع لتطويق الجيش الثاني والثالث وحصارهم واحتلال مدينتي الإسماعيلية والسويس بات أمراً ملحاً. ورغم أنه لم يمر سوى أيام وساعات على شهادتهم لحجم الإرادة المصرية واعترافهم بأنهم لم ولن تنكسر، نست قوات العدو أو ربما تناست ما حدث وحاولت اقتحام المدينة الباسلة، فكانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد لتثبت قوات الصاعقة والمظلات المصرية تفوقهما على سلاح المدرعات الإسرائيلي، ونجحتا في ردع احتلال أو عزل المدينة. لم تكن مجرد معركة ردع، بل نقطة مضيئة وبطولة فريدة أثبت فيها المصريون من جديد أن إرادتهم وصمودهم يفوق أي عدة وعتاد تسعى للمساث بذرة تراب من أرض الوطن. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات.